سنة 1260 اجتمع السلطان المعظم قائد المسلمين سيف الدين قطز مع أمرائه ووزرائه، قال لهم التتار على وشك الدخول إلى حدود الدولة الإسلامية، التتار المخيفين المرعبين بيقربوا مننا، هنعمل إيه؟ محتاجين نعد الجيش. قالوا له طبعا محتاجين نعد الجيش. قال لهم طب إزاي؟ شوروا علي أنا راجل ديمقراط، شوروا علي إزاي نعد الجيش؟ قالوا له محتاجين فلوس. قال لهم دي بديهيات، محتاجين فلوس، محتاجين ذهب، هنجيبه منين؟ قالوا له الله واضحة، هنجيبه منين يعني؟ هنجيبه من الناس. هو في أثمن وأفضل عند الله من الجهاد في سبيله بالنفس والمال، فالطبيعي نجيب الفلوس من الناس. طبعا سيف الدين قطز هذا الرجل العظيم اللي حارب التتار وانتصر عليهم في معركة عين جالوت، أنا سألت نفسي يا ترى الرجل ده لما سألهم السؤال ده كان هدفه فعلا يشوف رأيهم إيه؟ ولا هو عارف الإجابة ومستني شيء آخر؟ أنا في اعتقادي إن هو الراجل عارف الإجابة، بس أصل دي سياسة ودول أمراء وليهم نفوذ. فلما اقترح عليه هذا الاقتراح السخيف اللي دايما بيقترحوا الناس التابعين للحاكم أو السلطان، دايما يقترحوا عليه عبر التاريخ كده اقتراحات ما تضرهمش، هم يبقوا في السليم، لكن يدولوا النصيحة اللي هو عايز يسمعها. احنا عايزين نحارب، لازم نحارب، وأنا مش بشكك في ذمتهم ولا إن هم عايزين يحاربوا بجد أو لا، لكن تقترح عليه انه ياخد الفلوس من عامة الناس الغلابة اللي طبعا احنا عارفين وضعهم كان عامل ازاي. وهنا يأتي دور الشيخ العز بن عبد السلام، ده شيخ الاسلام وقتها، ما يوازي كده دلوقتي شيخ الازهر واكبر منه كمان، لان وقتها كانت كلمته من كلمة السلطان. فقام العز بن عبد السلام، كان عنده كام سنة؟ 80 سنة. كان عنده وقتها 80 سنة. أم قال لا يجوز، لا يجوز ناخد الفلوس من عامة الناس. أمال ناخدها من مين يا عم الشيخ؟ ما توحد الله، إحنا الدنيا حلوة، يعني هناخد الفلوس من مين؟ قال منكم، ناخد الفلوس الأول منكم، حتى إذا فرغت أموالكم أخدنا من فلوس الناس، وبشرط الفلوس اللي ناخدها من الناس يتعدي بيها الجيش وما يتبقاش منها دينار واحد في خزينة الدولة. يعني عدينا الجيش، الدنيا حلوة وأحلى سنين، فلوس الناس ترجع لها، خلاص إحنا خلصنا. وهنا تم تنفيذ كلام الشيخ العز بن عبد السلام، وأخذت الأموال من الأمراء والأعيان، لأن هم عارفين لو تم الخروج عن فتوى شيخ الإسلام اللي هيحصل. ولما أخذت الأموال منهم تم إعداد الجيش وانتصرنا في المعركة الشهيرة، معركة عين جالوت. مش دي النقطة؟ إن امبارح الشيخ عبد الله رشدي خلاص مشهور على الفيسبوك وعنده بتاع 7 مليون متابع والدنيا حلوة معاه والدنيا جميلة، حد قال له يا شيخ انتوا بتقوموا بواجبكم في نصرة فلسطين؟ قال له نعم والحمد لله. والله وشي اكلني على الكلمة دي، نعم والحمد لله ازاي يا عم الشيخ؟ الناس دخلت له بقى، لا ازاي نعم؟ هل حضرتك افتيت بالفتوى اللي لازم يتفتي بيها اللي كلنا عارفينها؟ لو جبت عيل من الشارع قلت له مفروض شيخ الازهر يطلع يفتي بايه اليومين دول، اي عيل صغير هيرد عليه. انما الشيخ عبد الله رشدي مشغول بالجيم وانه يكبر دراعه، مش عيب، مش عيب طبعا، مش عيب، بس لما تبقى شيخ اولويتك هي مصلحه الامه الاسلاميه. هو انت مش شخص عادي؟ انا شخص عادي، انا اروح الجيم واكبر دراعي، انما انت ليك اولويه لانك اهم مني واكثر تاثيرا مني. لما دورك يقتصر على انك تلم متابعين ولايكات وكومنتات، انت بتقول كلام كويس، انا ما قلتش حاجه، في قضايا بتحاول تقول فيها ما يصلح، لكن في قضايا تانية كتير انت ما بتفتحش بقى. ليه؟ لانك خايف. فلما انت تبقى خايف قول انا مقصر استرجلك، اما تقول انا مقصر استرجلك، لكن تعمل لي فيها انا قايم بدوري، لا انت مش قايم بدورك، ولا انت ولا شيخ الازهر ولا اي حد بيمثل الامه الاسلاميه قايم بدوره، كلكم مقصرين، شيخ الازهر اولكم. ليه؟ لان كلكم خايفين.